السؤال الثاني يقول: هل يجوز لعن أصحاب المعاصي أو الظلمة؟ كان يظلمني شخص بالقول أو الفعل فألعنه، فهل ذلك جائز أم لا؟ لا يليق بالمسلم أن يكون لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا، فينبغي له حفظ لسانه من السب والشتم، حتى ولو سابه أحد أو شاتمه أحد فينبغي له أن لا يرد عليه بمثل، لقوله تعالى: ادفع بالتي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. نعم.